قامت جمعية المحافظة على القرآن الكريم بإطلاق حملتها رمضان يحلو بالقرآن الرابعة، حيث تهدف هذه الحملة إلى توجيه الناس إلى إخراج الزكاة والصدقات في هذا الشهر الكريم، وحث المواطنين على التبرع لمشاريع وبرامج تعليم وتحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الجمعية. ومن هذه البرامج برنامج كفالة فريق العمل المشرف على شؤون تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في الإدارة العامة للجمعية. اتصل فنأتيك. يمكنكم التبرع بواسطة أرقام حسابات الجمعية في البنوك الأردنية على الحسابات التالية: